قوم يا مؤنس، قوم يا ابني، ما ينفعش تفضل قاعد كده. انت بالذات ما ينفعش تنكسر. ما ينفعش ليه؟ عشان انت كبير كبير، ما ينفعش واحدة ست تعمل فيك كده. سيبني لوحدي يا حاج. مش هسيبك، مش هسيبك الا لما تقوم وتصنب طولك. تغور في داهية هي وابنها اللي اديته اسمنا وبرضه ما عجبش. يبقى شوف بقى حاج، خلصنا من التدبيسة دي ازاي؟ كان لازم انبهك، ده صنف واطي من الحريم انا عارفه كويس. اللي زي دول لازم نرميهم ورا ظهرنا وندوس عليهم كمان. وبعد ما ندوس عليهم ايه اللي هيحصل؟ هنكمل حياتنا عادي كأن مفيش حاجة حصلت، صح؟ ايوه هنكمل مع الناس اللي بيخدمونا برموش عينيهم، اللي بيتمنونا الرضا نرضى. وبالنسبة لأولادهم ولادهم اتربوا أحسن تربية وكبروا بعيد عن نجاستهم. كبروا كارهين تخلفوهم. أنا عايز أعرف إيه مناسبة الكلام ده دلوقتي؟ ولا الست هانم فكرتك بأمك؟ طبعًا، ما هي أشكال قذرة زي بعض. ما تقولش عليها كده. أنا عايز أعرف أنت زعلان على مين فيهم؟ كنت عايز تفضل مع أمك يا مؤنس؟ علشان تقوم في يوم من الأيام تلاقيها سايباك لوحدك؟ ما كانتش هتسيبني. انت اللي خليتني اقاطعها. انت اللي كرهتني فيها. عشان بدت نفسها علينا. ولعلمك لولا عندها ورجوعها في كلامها كان ممكن نكمل مع بعض. بس انا عملت كده علشان احميك. يعني انا السبب؟